وربنا وقلبين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت الطالع. اللهم اغفر لشهدائنا كل الذين قتلوا صبرا واحتسابا في الحسينية وفي جليس وفي دار الرحمة والذين قتلوا على طرقهم في الدخول إلى زاري لإمداد والذين قتلوا سابقا ولاحقا وخاصة اللهم يا رب الشباب عبد الفضل العباس منهم وأطفال الانتظار وكل الذين قتلوا صبرا واحتسابا في الحسينية وفي جليس وفي دار الرحمة والذين قتلوا على طرقهم في الدخول إلى زاري إمداد اللهم اغفر لهم وارحمهم واقبلهم يا رب إنك الشهداء والحكم بالأحياء المرزوقين ورد لهم الكره في الرجعه عند ظهور القائم صلواتك وسلامك على ربي واجر فرج اللهم اجعلهم من اعوانه وانصاره واتباعه واشيائه والضابين عنه والمقاتلين بين يديه في جمله اوليائه اللهم اجل شفاء لجرحانا اللهم اشفي مرضانا اللهم داوي جرحانا اللهم فك اسرانا والمعتقلين والمحبوسين منا والمسجونين اللهم اجل لنا الفرج مما نحن اللهم اجل لنا الفرج مما نحن اللهم اجل لنا الفرج مما نحن اللهم اخرجنا من هذه المهنه يا رب سالمين امنين غانمين مكرمين عظماء اعزاء واجعل اعداءنا وحصادنا والباقين علينا والمستهزئين بنا والمتربسين بنا والطامئين فينا أذل 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 وأجل ذلك بحكمة اللهم أجل الانتقام لنا من الذين ظلمون اللهم أجل الانتقام لنا من الذين ظلمون اللهم أجل الانتقام لنا من الذين ظلمون اللهم رب البهاء والعظمة والكبرياء والسلطان أظهرت القدرة كيف شئت ومننت على عبادك بمعرفتك وتسلطت عليهم بجبروتك وعلمتهم شكر نعمتك اللهم فبحك وليك علي امير المؤمنين المرتضى للدين والعالم بالحكم ومجاري التقى امام المتقين صل على محمد وعلي في الاولين والاخرين واقدمه بين يدي حوائجي ورغبتي اليك انت صلي على محمد وعلي محمد وان تنتقم لنا من الذين ظلمونا اللهم انتقم لنا منهم انتقاما يبدو لكل انه جزاء ما فعلوا بنا جزاء وفاق عربي اللهم اقتلهم بددا واسهم عددا ولا تضع على ظهر الارض منهم احدا اللهم 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 مثل بهم واجعلهم اذة لغيرهم اللهم خذهم يا رب اخذ عزيز مقتدر وارنا فيهم قدرتك واقرب ذلك عيوننا اللهم 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 انتقم لنا منهم انتقاما يبدو لكل انه جزاء ما فعلوا بنا جزاء وفاق عرب وعزيز امرنا بذلك عرب اللهم اعزنا واذلهم اللهم اعزنا واذلهم اللهم اعزنا واذلهم اللهم عاد كعبنا عليهم اللهم عاد كعبنا عليهم اللهم عاد كعبنا عليهم اللهم اعنا عليهم ولا تعنهم علينا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم ارنا الثار منهم واشف ذلك صدورنا واذب بيد قلوبنا واقرب ذلك عيوننا اللهم اللهم يا ربي انتقم لنا منهم انتقاما يبدو لكل انه جزاء ما فعلوا بنا جزاء ما فعلوا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم وزلزل اقدامهم اللهم اللهم مزقهم كل ممزق وفرقهم كل مفرق اللهم زلزلهم واضطرفهم وحيرهم واخصعهم وفزعهم وقطع اصبابهم وقطع دابرهم وهزم احزابهم وفرق جنودهم واختلف كلمته والقي الرعب في قلوبهم اللهم القي الرعب في قلوبهم اللهم القي الرعب في قلوبهم اللهم صنع عليهم بالرعب اللهم ارعبهم يا رب اللهم القي الرعب والروع والخوف في قلوبهم اللهم افزعهم اللهم صلهم روح الراحه وصلوا عنهم الطمانينه وصلوا عنهم السكينه وصلوا عنهم لذه النوم وصلوا عنهم لذه الطعام اللهم افزعهم في نومهم اللهم افزعهم في يقظتهم اللهم افضحهم حتى يبوح كل واحد منهم بما فعل به اللهم افضحهم حتى يكذب واحد منهم نفسه اللهم افضحهم حتى يكذب بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويلعن
بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا. اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم، اللهم اضرب بين قلوبهم واشغلهم بأنفسهم وابتن بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد يا ربي. اللهم ألحق بهم كل من ضارهم، ألحق بهم كل من ضارهم وكل من شايعهم وكل من رضي بما فعلوا بنا وكل شامت بنا وكل مستأذن بنا وكل متربص بنا وكل تامع فينا من شديد أو ضعيف قريب أو بعيد صغير أو كبير أينما كانوا وحيثما كانوا ومهما كانوا ومتى ما كانوا يا رب أنت أعلم بهم منا. اللهم اللهم اكفنا شرورهم وارجل كيدهم في نحورهم وخل بيننا وبينهم واكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت وأما شئت بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وجبروتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا قهار يا متكبر يا منتقم يا منتقم يا منتقم إنك عزيز ذو انتقام. أليس الله بكاف أبدا؟ بلى اللهم اكفنا إياهم. أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ بلى اللهم انتقم لنا منهم يا رب. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلا انتقمت لنا من قتلة رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا وأطفالنا. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلا عصمتنا من شرور هؤلاء القتلة وردت كيدهم في نحورهم وقلت بيننا وبينهم وكفيتنا إياهم بحولك وقوتك. اللهم كثر عددنا، اللهم كثر عددنا، اللهم كثر عددنا وكثر شوكتنا وأخرج الخوف من قلوبنا وأدخل الخوف والرعب والرعب في قلوب أعدائنا وانصرنا عليهم. اللهم أيدنا بنصر منك يا رب وبجنود من ملائكتك وبجنود من مؤمن الإنس والجن وبجنود من جنودك فإن لك جنود السماوات والأرض وبنصر منك يا رب وما النصر إلا من عندك إنك أنت العزيز الرحيم. اللهم اطر بدمائنا، اللهم اطر بدمائنا، اللهم اطر بدمائنا، اللهم اطر بدمائنا وظهرنا ووترنا وكف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. بعث كل باق وطاق وجبار ومعاند إنك أشد بعث وأشد تنكيرا. الحمد لله حق حمدي وصلى الله على صفوتي من حقي من خلقي محمد وعلى بيتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.